شوية بقى بعيد من السياسة، وتعالوا نحكي في العالم الافتراضي بيتكلم عن ايه، لانه العالم الافتراضي ساعات بيطلع حاجات لطيفة قوي. على تويتر بعض الناس دشنوا هاشتاج بيقول انه المصريين اجمل رجال العالم. المصري اجمل رجال العرب. العرب. خليكي امينه في الارض من اولها. خليتها العالم يا جماعه. خليكي امينه من الراجل اولها. الراجل المصري اجمل رجال العرب. طيب يعني دلوقتي مش عارفه مين اللي عمل هاشتاج، انا عماله ادور اهو طول البريك مين اللي طلع الهاشتاج، طلع منين بس؟ يعني طلع من مصر ولا من بره مصر؟ هو بالتاكيد طلع من بره مصر، لانه اكيد المصريات هيبقى عندهم كلام تاني. هو السؤال بقى الكلام على المصري على شكله ولا على جدعنته ولا على جماله كل الحاجات دي هتلاقوها في الهاشتاج. اللي مهتم بصوا على الهاشتاج، واللي مستغرب كلمنا، لانه انتوا يا ستات يا مشاهدات موافقين الراجل المصري اجمل رجال العرب ولا عندكم وجهه نظر تانية؟ برضو مش عايزه افكركم ابدا بشكل الزي الرسمي للرجل المصري في البيت، مش عايزه افكركم خالص بالصوره دي، افتكروه في الصوره الكويسه التانية، افتكروه كده وهو حلو وجميل ومتشيك ولابس البدله. الراجل المصري حلو في جميع اوضاعه على فكره. الراجل المصري واحد بالفانيلا الحمالية. انا الهاشتاج ده ما اتفاجئتش منه خالص على فكره، يعني ده خبر قديم اساسا. ده معروفه صح؟ يعني حاجه مهروسه ومعروفه. اه بصي، لا يا جماعه ما تجروش الصوره لو سمحتم. بالراحه لو يا جماعة. سمحتم. بالراحه. واحده واحده كده. دي واحده من تونس، سماحه تونسيه، من بتقول ايه بقى؟ على حسب تجربتي يعني المصري اجمل رجال العرب من ناحية حنانه على أبنائه، فهو أب حنون جدا، يتعب ويشقى طوال حياته ويتبهدل. معرفش هي دخلت في يتبهدل ليه كده، يتبهدل لكي يحيي لعياله حياة كاملة أرجوكم، لا داعي للاستهزاء به، فهو من أطيب رجال العالم وليس رجال العرب فقط. الله عليك يا سماح. أنا دمعت، أنا متأثرة. الله عليك يا سماح. يا جماعة افتحوا مداخلات عشان الموضوع ده موضوع محسوم، وأنا حسبت لكم دلوقتي بالمداخلات. طب بص يا سيدي، انا عايزه اقول لك ان تويتر يمكن نصفكوا شويه. الارقام بس تنزل، بس استني بس نزلوا الارقام. نزلوا الارقام يا رب. وكل يتصل يكلمنا عن جمال الراجل المصري، روعه الراجل المصري، جبروت الايجيبشن. احمد انا لازم اديك حنان، يعني شفتي الحته بتاعت حنان دي؟ حنان الرجل والاب الحنون. لا هو بصراحه اب جدع، يعني انا خبرتي برضو مع الرجل المصري ان هم ابهات جدعان، لكن اجمل الجمال يا جماعه قصدكم على انهي جمال؟ يعني برضو كل السؤال كل انواع الجمال، جمال الشكل ولا جمال الروح؟ دي مهمه برضو. كل انواع الجمال. طيب ايوه كل الكنترول بيقول لي الاثنين، احنا يعني اجمل رساله يعني رجال الارض. اجمل رجال الارض. طيب الفيسبوك جاب للستات اللي مش عاجبهم الكلام ده حقهم، لانه الفيسبوك كان عليه شويه ايه حاجات كده لطيفه. يعني خلونا نشوف كام صوره كده من الفيسبوك تعليقا على انه الرجل المصري اجمل رجال العرب. بنت سلطح بابا اللي عماله ترقيه وتقول له انه خايفين عليه من الحسد لحسن، يعني واضح انه الموضوع بقى متعدد الجنسيات. ودي صور بقى يعني بتستلهم جمال الرجل المصري في اوضاعه المختلفه. اهو دلوقتي الرجل المصري على البحر، اهو الرجل المصري وحنيته على مراته. صور مغرضه. ايوه مغرضة. المشهد اللي فاتت دي زي الفل اهو. اللي فاتت دي يا جماعه عارفينها دي بتاعت يا زينب، احنا دخلنا مرحله جديده وكان عايزها تهتم بنفسها. هو بقى في الحاله دي، ودي لطيفه، دي احتفالات الراجل بان هو اجمل رجال العرب. الراجل ماله هدومه ماله. بالمناسبه صحيح انا بتضايق قوي من الرجاله اللي بتعمل سيلفيز كتير، بقوا استفز اهو ده برضو من ضمن الجمال. في ماما على الاحترام لكل الفنانين اللي طاف اللي في البتاع، بس هو السؤال ايه؟ احنا بجد يعني احنا مش استاذ ابراهيم من البحيره. يا استاذ ابراهيم مساء الفل. ممكن اكلم سيادتك احسن رجل في العالم يا فندم؟ اتفضل يا فندم قول لي. يا فندم الرجل المصري خير اجناد الارض اولا. ايوه ده مذكوره في القران. تمام. والرجل المصري فرعوني وصفته هي خير اجناد الارض. هو حديث وفي قوالين، لكن هو مش مذكور في القران حسب معلوماتي، بس ماشي تمشي عشان خاطرك تمشي. وكفايه ان هو فرعوني. تمام. ايجيبشن. وصفته وجدعنته وشهامته في الشارع المصري. يعني ايه مش في كل الاحوال يا ابراهيم، يعني صراحه ما بقتش يعني وجدعنته ما بقتش ظاهره عامه حكايه الجدعانه دي. بس احكي لك على الجدعانه في المواصلات العامه اللي ما بيقفوش دلوقتي للبنات خلاص.
عامة دي شهادة احنا بنعتزي بقى من تونس والمداخلات الجميلة ده فندم ونشكر الرسالة حبيبي يا ابراهيم وخليك طيب. واثق في نفسك يا ابراهيم احنا جامدين قوي خلي بالك ماشي ابراهيم بينصف الرجالة محمد من القاهرة محمد ايوه يا فندم يعني كلمة حق كلمة حق لو سمحت بدون اي تحيز الراجل تمام. المصري اجمل رجال العرب جمال شكليا ولا جمال الروح ايوه هو ده السؤال اللي انا بسأله يعني نتكلم عن جمال الروح نتكلم براحت جمال الشكل لا. الراجل المصري مهتم بشكله ومظهره وكده يعني انت شايفه من اكيد ده اكيد طبعا الراجل المصري معروف بجبروته يعني ايوه كده ايوه كده ايوه كده افخروا ارفع راسكم يا رجاله مصر اهو بص كل ما نتزنق نقول لك احنا احفاد الفراعنه استاذ محمود من القاهره استاذ محمود كلمه حق ايوه يا باشا قول كلمه الحق ايوه استاذ اتفضل يا فندم ايوه يا استاذ انا اهم حاجه عندي بس ان خفه دم الراجل المصري دي من ضمن دي من ضمن مقوماته دي اقل حاجه عندنا دي يا استاذ محمود لا دي بص كفايه وانت ماشي بس يوم رزعك نقطه كده واخد بالك حتى لو انت شايل هموم الدنيا كلها طب اسالك سؤال يا استاذ محمود خف الدم بره البيت ولا جوه البيت تلاقي نفسك انت خلاص بقيت رحت في دنيا ثانيه وتضحك وبتاع مفيش الكلام دوت في يعني في الدول الثانيه استنى يا استاذ محمود بس برضو انصفنا خف الدم بره البيت ولا جوه البيت لا بره البيت طبعا لا جوه البيت لا 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 جوه لا البيت لا لا. جوه البيت مفيش خف الدم لا 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 انا بتكلم على بره البيت شفت بره البيت شاهد شاهد لا لا مؤاخذه يا استاذ محمود احنا بره وجوه جامدين بقى استاذ احمد بالظبط يعني تخيلي الاستاذ احمد كيميكال صوره منه بالظبط ايوه انت جيت بقى عند النقطه اللي انا عايز اتكلم عليها صدقني انا ساكته وعمال اقول حد من المشاهدين هيقول يا جماعه احنا انا ليه عندك طلب يا استاذ احمد قبل ما تقفل بس قبل ما احط يقفل معلش والله انا بتصل فيك كتير بس يعني عايز يعني ربنا يكرمك انا ليا طلب بس في التامينات في التامينات الاجتماعيه انا راجل على المعاش واخد بالك تمام فيعني انا دلوقتي عندي 5 اولاد وفي من ضمنهم في واحده مريضه ومعايا جوابات ومعايا واخد بالك ودخول مستشفيات وبتاع ومعاشي 1100 فروحت رحت التامينات كذا مره عشان خاطر ان هم بس في حاجه اسمها المعاش الاستثنائي قالوا لي ان انت لازم تكون اشتغلت في الحكومه طب استاذ محمود هستاذنك سيب لي الرقم في كنترول واتابع مع حضرتك لان الموضوع التامينات ده بيبقى فيه لوائح وقوانين بس هنهتم ان شاء الله بيها نشكرك شكرا جزيلا انا عايز اقول لك معلومه في منتهى الاهميه واسمعيني وانصتي كويس جدا جد على التامينات والله ولا لا 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 بتكلم بجد انا لا مشكله التامينات ان شاء الله محلوله لما كلمك في الراجل المصري ايوه الراجل المصري هو الطف وارق واحن انا واثقه فيك كمل للاخر اطيب أيوة. راجل في العالم مع اي واحدة ست في الدنيا الا مراته الله عليك كلمة حقها ظهرت عشان كده بسأله الراجل اول ما بيشوف ست غير مراته يشفط بطنه أيوة. يشد نفسه يبقى الشهامة بتزيد العصا يعني ونكت. الراجل بيبرز اقوى ما عنده لما بيشوف واحده ست حلوه معديه دي شهاده للتاريخ يعني ابو اليزيد بس يتزمننا العزيز بيقول لك والحب الحقيقي دايما بيجي بعد الجواز يعني طبعا. بس مراته ما تقفش طبعا اهم حاجه لا يعني بصوا انا متهيألي استاذ نادر هينصفني استاذ نادر من القاهره هو فين الستات النهارده استاذ نادر الرجل المصري اجمل رجل اجمل رجال العرب ايه رايك ايوه فعلا مساء الخير مساء النور اتفضل اكيد يا فندم طبعا رايك كده مش هتراجع نفسك وتقول بس ان يعني برضو احنا مش مهتمين بنفسنا قوي ومش مخلين بالنا من نفسنا استاذ نادر سؤال طب ناخد يا بنتي والله اصل انا قلت لك استاذ عمرو من القاهره النتيجه محسومه استاذ عمرو مساء الخير يا فندم ايوه استاذ اهلا بيك عامل ايه يا استاذ الله يخليك تمام الراجل المصري راجل شديد في بيته في كل حته وراجل شغال وراجل تمام 100 100 طب أيوة. الست المصريه رايك فيها يا استاذ نادر 100 100 طب الست المصريه لا وطي التلفزيون بس عشان تسمعنا من التليفون احسن استاذ نادر طيب ناخد استاذ محمد من سوهاج استاذ محمد برحب بحضراتكم وبالسادة المشاهدين انا عايز استغل وجودي مع حضراتكم مبدئيا في اشكر كل مواطن مصري قبل بصوته في الانتخابات لان ده بيوصلنا لطريق الاستقرار الامن لمصر يعني عايز اقول بالنسبة
الرجل المصري هو عنده قدرة من الاحتواء، وهو بيتعامل دايما في احتواء بيته بأسرته، طبعا بقادر على وجوده في عمله وبيأديه على أكمل وجه، فبالتالي بيوصل البيت لدرجة من النجاح. يعني يبقى أنت أستاذ محمد مؤيد أن الرجل المصري هو أجمل رجال العالم أو العرب؟ طبعا طبعا، لأنه هو مواصفاته الرجل المصري هو يتمتع بمواصفات يعني كبيرة يعني قياسية. أشكرك أستاذ محمد من سوهاج. ناخد محمد آخر. أستاذ محمد من اسكندرية. أستاذ محمد مساء الخير. معلش أستاذ أحمد، قبل ما ناخد أستاذ محمد، هو فين الستات النهاردة يا جماعة؟ في إيه؟ أين أنتم؟ يعني الرجالة عاملين الواجب وهو طبعا بينحازوا لبعض. اتفضل يا أستاذ أحمد، اتفضل يا أستاذ. أنا قلت لك والله يا جماعة الخبر أساسا قديم. مساء الخير. مساء الفل. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا بتصل عشان اتكلم عن اجمل رجال العرب دي. قول لي. والله يا عم انا هنقول لك على حاجه، راجل العرب ده راجل 100% 100% 100% المصري. والله ثلاث مرات 100% 100% 100% وفك. وانا عايز اقول لك على حاجه، فكك من الستات دول خالص خالص. هي الثقه دي اللي مضيعانا صدقني. مالهم الستات؟ مالهم الستات بس؟ لا يا عم دول وجع دماغ. ليه بس؟ وجع دماغ يا جدع. ايه عملوا لك ايه الستات قولي؟ ده انا والله العظيم يا جدع والله العظيم مزعلينك في ايه الستات؟ طيب احنا مش مصدقين. 100% 100% طيب استاذ كمال من البحيره. استاذ كمال. الو. ارجوك يا استاذ كمال كلمه حق. الو سامع حضرتك. اتفضل. الراجل المصري اجمل رجال العرب؟ لا هو بس عايز اقول يعني هو جدع. هو جدع. حلوه دي. لا 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 هو جدع بس يعني ما يديش الست حقها، بيتفنن يعني. يعني ما يطلعها خلاص تموت بقى. يعني هو جدع ولا مش جدع؟ ما كده مش جدع. هو جدع ولا مش جدع؟ يعني انا كان نفسي نشوف سؤال تاني لان السؤال ده اجابته محسومه. طب انا بس يعني يا جماعه طبعا احنا استاذ محمود من المانيا. استاذ محمود مساء الفل. مش مديني فرصتي اقول اللي بيحصل في الكواليس، لازم اقوله برضه. استاذ محمود. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. محمود محمد عبد الرحمن معاك من المانيا يا فندم. اهلا بيك اتفضل. هو الموضوع ده محسوم باراده ربنا طبعا. وكلمه انا قلتش انا قلتش انا كده والله محمود قلت كده. من على النساء بما فطر الله طبعا. طبعا. ايوه. خد بالك الحته دي بالدين برضه. ورجالة مصر معلش الصوت وحش عند محمود بس واضح من اجابته انه متحمس ايضا للرجل المصري. يا جماعه ما دخلوا ستات يا جدعان، ما هو لازم الست اصليه. الشهاده سايبيني لوحدي. الشهاده لازم يعتد بيها لما تيجي من واحده ست. ولازم في بالظبط. هو الستات عملوا حاجه لطيفه على تويتر، قال لك ان السيدات المراه المصريه اجمل نساء العرب برضو. احنا هنغلب. ما هو لو على الهاشتاج هاشتاج يعني مش مشكله. استاذ انور من منيا من القليوبيه. استاذ انور ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك يا استاذ انور. ايه رايك في الهاشتاج ده؟ ايه رايك في موضوع انه المصري اجمل رجال العرب؟ والله حضرتك لازم حضرتك تودي التلفزيون بعد اذنك. واطيب المصريين عامة. بقول لك المصريين عامة ايوه هم اطيب الشعوب. حقيقي وعاطفيين وجمال. لكن احنا بس الصوت في مشكله. قفلوا عليه عشان الصوت وحش. طب احنا دلوقتي بنسال على حاجه محدده يا جماعه. هنسال يعني على حاجه سطحيه جدا. امشي في الشوارع. سيبونا نبقى تافهين شويه. هنسال على الشكل. اتفرجي في الشوارع. سحر سحر جمال الرجل المصري ده. والهندام شما بيسموه كده. محمد من الشرقيه مساء الفل. وتناسق الالوان. انا سامع حاسس بنبره سخريه. استنى بس انا هكلمك عن مظاهر الجمال. تناسق الالوان قد ايه بيلبس متناسق. وانتوا يعني الستات اللي بتلبس عدل؟ الستات يعني بيجتهدوا. الاجتهاد ساعات بيقلش مننا بس الراجل بيجتهد. الراجل على البنطلون وقميص وخلاص، لكن الستات بتفنن وبتجود بتبقى مصيبه ساعات. احمد انا عايزك تقول كلمه حق. موقفكم ضعيف جدا. ادينا المنافسه محسومه. الرجل احنا رشدي اباظه، حسين فهمي، مين تاني؟ احمد عز عند لا انا يعني ارجع في القديم كده تلاقي رشدي اباظه، عبد العزيز، نور الشريف،
تصدق بقى انه في نماذج كتيره من الرجاله اللي بالنسبه للسيدات يعني هم ايقونه الجمال كان فعلا مش عشان الشكل. بس مش عايزه اتكلم جد، انا هاخد سلوى بقى، سلوى تجيب لنا حقنا، يا نجيب حقهم يا نعمل هاشتاج زيهم. استاذه سلوى، استاذه سلوى من القاهره، هو في حاجه في مشكله؟ الو السلام عليكم. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا سلوى. الحمد لله تمام. سلوى ايه رايك، المصري اجمل رجال العرب؟ اجملهم طبعا، هو في زي يعني ملامح المصري ولا سمار المصري ولا كلام المصري ولا اسلوب المصري، احنا يعني ثلاث ارباع دلوقتي مثلا السوري المغربي او غيره او غيره بيتعامل بمعامله الاوبن مايند، لكن لا يعني هو ممكن يبقى قاعد ياكل معاك على ترابيزه وانت على ترابيزه ويقول لك لا انا ما عنديش مشكله تدفعي. المصري معروف بجبروته بس. المصري يا سلوى بيعزل المطعم كله يا سلوى، ما بيهمناش احنا يا سلوى. ايوه بالظبط، احنا جامدين قوي يا سلوى خلي بالك. دي حقيقه يعني هو سلوى انت بتهزري ولا بتهزري؟ يعني طب والله بتكلم بجد، يعني طيب. ايه اللي هيخليني افكر في واحد سوري او واحد تركي عشان بس اتفرجت عليه في مسلسل؟ يعني ايه السطحيه دي؟ والعلم كل التركي ده مناظر خلي بالك يا سلوى. ايوه وانا عارف كل دي مناظر، هو اكيد بلاستيك برضه. ايوه مش هيستحمل زي المصري. لا المصري بيعيش على فكره، المصري بيعمر. انت قلت لك مش هيستحمل. بيعيش معاكي على فكره، التركي ده يعني مره وارمي. شكرا سلوى. ناخد استاذه احسان من اسكندريه. الو. ايوه فندم اتفضلي. ايوه استاذ احمد مساء الخير. اهلا مساء الفل. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك فندم، اهلا بيكي. ربنا يخليك يا رب. هيا يا استاذ احسان، ربنا يسالوا يعني عن اجمل راجل وحضرتك موجود يعني. الله يخليك من ذوق حضرتك، شكرا. والله والله يعني بص يا استاذه دينا جنب كده ابص انت جيتي بقى يا استاذه احسان في الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه من زمان. احنا بنشتكي كلنا هنا في البرنامج واسره البرنامج وانا نيابه عنه، بنشتكي ان الاستاذ احمد بيتعاكس. فاحنا يعني يعني بيتعاكس. لا 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 هو فعلا كده. اشكرك من ذوق حضرتك. لا احنا يعني ده الجان بتاعنا استاذ احمد سالم. شكرا جزيلا يا فندم. احنا بنقيس بعدين. استاذ احسان كلمينا عن الرجل المصري بصفه عامه، هل هو اجمل رجال العرب فعلا؟ فعلا طبعا. سامع قالك فعلا طبعا. ايوه طبعا في المطلق كده يعني الشكل ولا المضمون؟ وطيبه. اشكرك والله استاذ احسان، انت رفعتي معنويات رجال مصريين كتير. انا كنت قلقان من مدافعات الستات هيقولوا اللي في قلبهم، لكن واضح لا ام كريم هتقول اللي في قلبها. ام كريم في حاله رضا عن الرجل المصري. ام كريم اهلا بيكي. زيكم. بصي حضرتك احنا الراجل المصري جميل وكل حاجه، بس جميل بمراته ببنته بوالدته، جميل بكل اللي حواليه مش لوحده. وهو اجمل رجال العالم مش هقولك لا، لكن هو جميل بمراته وبولاده وبشرقيته وكل حاجة حلوة فيه كده. يعني يعني نقدر نقول ان الست برضو اللي جنبه هي اللي بتزيده جمال. طبعا هو جميل بيها. والله يا ام كريم نشكرك النهارده مظاهره حب للرجال المصريين. انا يعني انا كده اطمنت نيابه عنهم. بشكرك ام كريم، بشكر دينا حقيقي، يعني اخجلتم تواضعنا. مش عارفه اقول ايه يا جماعه، بس خلاص احنا عايزين نقضيها دبلوماسيه ومش عايزين يقولوا الحقيقه. بعيدا عن الهزار والله يا جماعه بجد، هو الجمال عمره ما كان في الراجل يشكل نسبه كبيره ونسبه قليله جدا، لان فعلا ولا في الستات. يعني انا من النوع اللي بحس ان الجمال ممكن يبقى الاول وهله في التعارف، بعد كده لو الشخص ده فعلا طباعه مش مريحه وسمح وجميل ومثقف وراجل يملى الدماغ كده بالذات في الرجاله بالسلامه، ملوش اي 30 لازمه يعني. طيب. ولكن الافيه حبكت. لا ده حقيقي، بس لا اذا بجد عايزين نتكلم جدا، انا عايزه نعد سوا ايه الحاجات اللي تخلي الراجل يبقى جميل في عين الست. يعني انا اقدر اقول لك رصه حاجات متهيألي الستات كلها بتجمع عليها، بغض النظر ان الستات كلها بتقول حنين كريم اول اتنين على طول بيتقالوا. طب انا عايز اسالك والله دينا فعلا، حطي لي روشته الراجل اللي بيعجب الست جدا. دي لا هي روشته معروفه، بس يعني فكرني كمان. هي دايما الست تقول الراجل يبقى حنين، يبقى كريم، يرد غيبتي، لانه الستات بتفرق معاها قوي الحكايه يعني دي. يعني يرد غيبتها؟ يعني يرد غيبتها يعني يبقى مخلص ليها في غيابها، دي بالنسبه للستات حاجه مهمه يعني. يعني دي نقطه بتفرق. يتكلم عنها كويس على الاقل من وراها. انت بتطلبي المستحيله دي ما شفت بقى، عشان يعني كده ثالث نقطه وقعت اهو. كريم سهله. كريم سهله.
ايه تاني؟ حنين سهله جدا، بس انت قلت انها حاجة. سهله بره البيت، ما احنا عايزين ندخلها. لا لا، الحنيه دي اسهل حاجه عندنا. طيب ماشي، الحال انه يكون بيحب ولاده، دي من معايير الجاذبيه، يعني انه الراجل اللي بيحب ولاده وبيحب مراته جذاب جدا، يعني اعتقد كده. عايزه احيي بقى الرجال المصريين، وخلاص كنا بنهزر، انتوا بالنسبه لنا او في عينينا اجمل رجال العرب يا جماعه. انتوا اجمل باخلاصكم وجدعانتكم وكل حاجه. نطلع فاصل، وبعد الروح. الفاصل هنعود للاسره المصريه، ولكن هنقول لكم بعد الفاصل عندنا فقرة مهمة جدا، كيف نحمي أولادنا من أمراض العصر. عندنا كلنا حالة فزع ورعب من فكرة الحوت الأزرق وفكرة الانترنت عامة، بألعاب، حاجات إباحية، بكل ما هو يعني أنت خلاص ما بقتش عندك اختيار أو اقتراح تقفل الشباك ولا تفتحه، الشباك مفتوح غصب عنك لأن الواي فاي في كل حتة والموبايل في إيده، ممكن يدخل يشوف اللي هو عايزه. طب نعمل إيه مع أولادنا؟ نربيهم ازاي؟ ده بقى سؤال في منتهى الاهميه، هناخد الاجابه عليه من ضيوفنا دكتور ماهر الضبع، استاذ علم الاجتماع والمشوره الاسريه، ودكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه وتعديل سلوك الاطفال. هيدونا روشته تربيه اطفال 2020، نقدر نربي ولادنا ازاي. وفي الفاصل عندنا مؤتمر 15 الصيفي للجمعيه العلميه المصريه للشعب الهوائيه برئاسه الاستاذ الدكتور عصام جوده حسنين، استاذ الصدر بجامعه الاسكندريه، ورئاسة الأستاذ الدكتور طارق صفوت، أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، على مدى 15 سنة. مؤتمر كبير وضم عدد كبير جدا من أساتذة هذا التخصص، أكثر من 1500 طبيب. تعالوا نشوف المؤتمر أصفر عن إيه. النهارده إحنا إن شاء الله في المؤتمر الـ 15 للجمعية العلمية للشعب الهوائية، ودي بيرأسها الأستاذ الدكتور طارق صفوت حبيبنا، وأستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب عين شمس. احنا بنعمل المؤتمر ده سنوي، والهدف منه تعليم شباب الاطباء احدث ما وصل اليه العلم في مجال الامراض الصدرية. السنة دي عندنا 70 سبيكر، 70 محاضر، رقم ضخم جدا على مدى يومين، والتسجيل المؤتمر وصل ل 1900 دكتور، دي حاجة انا بفخر بيها. على مدى اليومين عندنا ورش عمل، ورش العمل دي بتعلم شباب الاطباء حاجات كتيرة، منها المناظير الضوئية، ومنها استعمال الموجات الصوتية لتشخيص حلقة الاسترواح الرئوي على الرئة اللي هي وجود مية على الرئة. بنعلمهم how to do a thesis، معناها ازاي يكتب الرسالة بتاعته الماجستير او الدكتوراه او يعمل بحث علمي. ده مهم جدا، احنا في مرحلة دلوقتي لازم كلنا نتعلم البحث العلمي، لان البحث العلمي هو الذي ترقى به الامم، مش اي حاجة تانية. امريكا سيدة العالم عشان البحث العلمي اللي عندها، وبتتحكم في ده وده وده عشان عندهم بحث علمي. احنا اليوم ده المؤتمر ال 15 او اللي بنسميه اللي هي الدوره او دوره تعليميه ال 15 تحت رعايه الجمعيه العلميه للشعب الهوائي. انا بيشرفني ان اكون رئيس هذه الجمعيه، والحقيقه احنا بيبقى ملتقى لجميع الجامعات والمؤسسة العسكرية وجميع المستشفيات. وزارة الصحة بتحضر هذا اللقاء، بيبقى فيه معظم الأساتذة في هذا المجال. والغرض من هذا اللقاء اللي هو بيسميه جراند كلينيكال راوند، ان احنا بنتناقش فيه في اهم المواضيع اللي تخص هذا التخصص في الأمراض الصدرية. المؤتمر ده بيتميز بالوجود الكثيف للأطباء، بالذات أطباء التخصصات المختلفة من الصدر والأطفال والبطنة العامة وأطباء الأسرة من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة والقوات المسلحة والبحرية والشرطة. مهمة المؤتمر ده بيناقش الحالات، طريقة التقديم فيها عبارة عن حالات إكلينيكية بتتعرض عن طريق السادة الأساتذة، وعن طريق المناقشة الحالات دي بتبقى نوع من التعليم لشباب الأطباء عن طريقة التشخيص والعلاج في جميع أنواع أمراض الجهاز التنفسي، سواء كانت حساسية الصدر أو الصدر الرئوية أو أمراض الجهاز التنفسي المختلفة وأورام الصدر.